مستحيل يدخل غاز مع الماء، ما كاينش شي مره، مستحيل. يعني بالنسبه انا عندي السخان في الكوزينه راكب وما كاينش تهويه، وهذاك الغاز اللي كيتحرق فيه غيمشي. مجرد ما كيكون شي تصرف في الشوفو هذه كيقطع، هذه كنصحكم بها تعملوها. هذا السخان دابا هذا جابوا لي واحد الكنيان قال لي طياح، يعني مره وجوج ديال ولاده. الانسان اذا كان يشري شي حاجه يشري شي حاجه كاليتي تكون كاليتي مزيانه، الله يجزيكم بخير، بان الانسان ما يشوفش 200 درهم و 300 درهم، لان ديك 200 300 درهم قدر يؤدي الحياه الانسان قدر تاديه. فهمتني، كنشوفوا الاسره كتمشي باكملها، اسره كتكون ثلاثه اربعه الاشخاص كتمشي كامله. وهي هذه الدائره هذه من شحال هذه وهي كاينه، يعني هما الاسباب اللي كيعملوا هذه الدائره هذه. هو كتلقى مثلا بالنسبه نشوفوا كتلقى مركب في واحد البلاصه اللي هو مخنوق بزاف، ما كاينش تهويه مره، يعني كتلقاه مثلا مركب في واحد البلاصه مثلا الكوزينه ما فيها لا طاقه لا تهويه، ما كاين حتى يعني ما كاينش مطلع يدخل له الاكسجين مره، يعني هذاك الغاز اللي كيتحرق كيبقى يدور غير في الدار، ما عنده ما يخرج. يعني مثلا الواحد اللي كان ناعس هذاك الغاز اللي كيخرج في غيمشي، يقدر يتسبب واحد ناعس يقدر تجيه الدوخه، وهذاك اللي في الطوايط بالنسبه للغاز اللي كيتحرق هي هي اصلا خاص الواحد ملي كيكون كيدوش ولا كيغسل ولا شي حاجه خاص ضروري تكون كاين شي تهويه في الطواليت، يعني هذه بلا سخان، يعني ابار ملي كيكون السخان مركب وما كاين لا تهويه لا والو، يعني هذه واحد الخطوره بزاف. لهذا خاص دائما يكون بالنسبه مثلا بالنسبه هذا هو شوفوا خاص تكون واحد الثمينيه ديالو، يعني هذيك الثمينيه هذيك هي كتخرج هذيك الاكسجين التنفس ديالو مره كتخرجو، اولا الطاقه اولا يكون مركب مثلا في الباتيو ديال السخان ما يعطيش الجهد بزاف، يعني الا عطاه الجهد بزاف يعني واخا يكون بالثمينيه هو في الدار يعني تقريبا 50% ديال الغاز كضيع ما كيتحرقش كامل، يعني ناقص ديتوندور ما يعطيش اكثر من الجهد ديالو. وما احسن نصيحه اللي كننصح، ما احسن يكون شوفوا ديما راكبه فيه الثمينيه. اللي خصو يعمل يفتح الطاقه ويحاول ما يشعلش الضوء، الضوء ما يشعلوش اي حاجه فيها الضوء ما يأذيهاش، ويفتح الطاقه يخليها تقريبا شي نص ساعه ثلث ساعه عاد عادي يفتح الضوء ولا بغى يستعمل شي حاجه. كنسمع بزاف كيقولوا لي غاز الماء، يعني هاد النقطه ديال غاز الماء، غاز الماء راه ما كايناش، غاز الماء مستحيل يدخل غاز مع الماء، ما كاينش شي مره مستحيل، يعني كتلقى الخطوره اللي كاين المشكل اللي كاين هو السخان ملي كيكون راكب كتلقى في البلاصه ما كاينش فيها تهويه مره، ما كاينش. يعني بالنسبه انا عندي السخان في الكوزينه راكب وما كاينش تهويه، وهذاك الغاز اللي كيتحرق فيه غيمشي، يعني هذا كيدور في الدار. الا كانوا مثلا الدراري ناعسين اولا شي واحد كيخصف الطواليت الغاز كامل كيبقى يدور في الدار كيبقى يدخل لهم الحمام. شوفوا اول حاجه كاين واحد بيسه كدار كتمرونشه في الضو كيقولوا لها الريغيراتور، هي عباره عن تيست للغاز، ملي كيوقع التصرف لاباري ديال الغاز ولا في البوطه نورمالمون مجرد ما كتشوف الغاز كتبقى تغوت، هذه كنصحكم بها تعملوها. يقدر اي واحد يعملها، اي واحد كيتباع موجوده في بريكوما، بريكوما كنا تقادينها كدار كتبرونشها في الضوء، كتبرونشها في الضوء كتبقى خدامه نورمال بحال السطاج، مجرد ما كتبان شي تسرب ولا كتحس بان كاين شي خطوره كتبقى تغوت كتعلمك. وكاين واحد المعلومه اخرى اضافيه بغيت نشارككم ليله، وهي كاين واحد جروب كما تلاحظون كان واحد جروب سيكيورتي، هذا الجروب هذا كدار في اونتخ ديال الغاز، في اونتخي دو لاباري مثلا بغينا نفكسيوها في اونتخي دو شوفو، مجرد ما كيكون شي تصرف في الشوفو نورمال هذا كيكون فاتح سول بلاص اللي كان شي تصرف بحال فيزيبل كيقطع كيقطع بواحد النسبه عاليه كما تلاحظون هذه الخدمه هذه كيقطع او كيجي مول شوفو كيفتح او كيقطع كيدل بان عندك شي فوت في هذا لاباري هذه. ومعلومه اخيره كنضيف لكم، يعني نورمالمون السخان شوفوا ديال الغاز كاين النوع الكترونيك كيخدم ببيلات الكترونيك كما تلاحظون بحال هذا شو جانكير، هذا جانكير هذا الكترونيك، هذا كيدي طوندور فيكس يعني لا يتعدى كيلو و 800، وبالنسبه مانيول كيدي طوندور بالريكلاج يعني فيه زياده والنقصان لا يتعدى كيلو ونص كاين بعد الاشخاص كما يقول واحد المثال كيقول اذا اسندت الامور لغير اليه فانتظر الساعه. كاين واحد بعض البشر كيجي كيركب شوفو وكيعطيه الطندور كبير 2 كيلو، وهذيك 2 كيلو كنعرفوا حنايا كصناعي كيخدم فليتور ساندويشات المطاعم كيخدم بلانشا، ملي عنده واحد البريسيون زايده
ملي كيجي الشخص كيعمل هذاك التندور كبير شنو كيوقع؟ السخان كتعطي واحد الطاقه اكثر من الطاقه ديالو، ما كتعطي الطاقه اكثر من الطاقه ديالو، يعني واحد النسبه ديال الغاز كتحرق واحد النسبه ديال الغاز ما كتحرقش. واخا كتكون تهويه، واخا تكون جميع النوافذ تهويه، كيبقى دائما واحد النسبه في لومبيس في الجو، يعني دايره في الدار بانك تدل بان السخان راه ما خدامش مزيان. وغالبية البشر اغلبيه ديال الكليان كيقول لك بان عندي واحد التسرب، ملي كنمشي كنعملوا واحد المعاينه في عين المكان كنجبروا بان مشكل كيعود الطندور، عاملين الطندور كبير، الطندور 2 كيلو يعني فيه واحد النمره من 1 إلى 10 كبير. هادشي اللي كاين، والله يجزيكم بخير. اي بلومبي، اي مختص في السخان ديال الغاز دائما ما يشوفش قضيه الماده، يعني ماده شحال ما شبرنا كتمشي، شبرنا دي شبرنا كتمشي، كتبقى دين النصيحه. يعني الانسان كتنصحو كتقول له محمد تشوفوا هذا، تشوفوا هذا ماشي مطعو، انا ما نقدرش نركبوا لك بان هذا ماشي مطعو، بغيتي مطعو نركبوا لك هنايا، فهمتني، نركبوا لك هنايا شحال يكلفك يكلفك، تفهمتوا فتبارك الله، فهمتني، كيبقى الكلام اخذ وعطاء، تفهمنا فتبارك الله، كيس الطرف هذاك المطاع وكنمشي مرتاح، ما تفهمنيش كنمشي في حالي. نصيحه اللي نقدم لكم هو الانسان اذا شرى شوفوا شري شوفوا مشري شوفوا بكونتراباندو، شري شوفوا، اللهم نزيد واحد المبلغ، يعني واحد 300 درهم 500 درهم ودي جانكير، بان كما تلاحظوا كاين نوع جانكير، كاين نوع فايو، فهمتيني، هاد الانواع هذا هذا المان يعني بجوهم صنع المان. ولهذا يعني الانسان اذا كان يشري شي حاجه يشري شي حاجه كاليتي، تكون كاليتي مزيانه، الله يجزيكم بخير، بان الانسان ما يشوفش 200 درهم و 300 درهم، بان ديك 200 300 درهم تقدر يؤدي الحايز، الانسان يقدر تؤديه. شحال للاسف الشديد شحال كنشوفوا كنسمعوا، فهمتني، كنشوفوا الاسره كتمشي باكملها، اسره كتكون بثلاثه اربعه الاشخاص كتمشي كامله، لا حول ولا قوه الا بالله. لان الانسان دائما ينصح، دينو النصيحه، ننصح ما متقبلهاش كليا نمشي بحالي. وملاحظه الاخيره، واحد النهار جا عندي شخص من المحل قال لي انا عندي، كان فيما كان كيدوشوا اشخاص العائله ديالي كيحسوا بالدوخه، سنة قلت له خصني نمشي نشوف، يعني ليس الخبر كالعيا، قلت نمشي نعمل واحد المعاينه ونقول لك شنو كاين. ملي مشيت لعند المكان كنتبر نشوفه مركب عنده في وسط الحمام، يعني بين الحمام وشوفه كان واحد الحيط، فاصل بين شوفه. ملي قلت له هذا الموطع هذا ماشي الموطع ديالو، بان هذا الموطع هذا خصو يتأثر في كوزينه ولا في باتيو، كان رد فعل ديالو قال لي علاش المعلم ركبوليناه؟ وهذاك المعلم هذاك ستارات اللي موجوده في هذاك الموطع، هذاك ستارات نشوفوا ضد الضوء الكتريك، من الضوء كيخدم بالضوء، ما عنده لا ثاني اكسيد الكربون، ما عنده حتى شي حاجه. وهذاك ما تقبلش النصيحه، يعني كان رد فعل ديالو قال لي انا ندرس الامور ديالي ونرجع، وللاسف الشديد بقات الامور هذه. هذا السخان دابا هذا جابوا لي واحد الكليان قال لي طياح، يعني مراه وجوج ديال ولاده، قال لي ضاخو. ملي عملت واحد المعاينه خدمته لقيت السخان مزيان خدام، ما فيهش واحد المشكل، ما فيهش واحد البياسة السيكوريتي ما فيهش، ولكن هذيك ما كتسببش المشكل. يعني ملي عملت واحد المعاينه شنو كنلقى؟ كنلقى هذا مركب في كوزينه، والكوزينه ما فيها لا طاقه لا تهويه ما فيها والو، يعني هالكوزينه وهالحمام ما كاين حتى شي، يعني موطع اللي يدخل الهواء ما كاينش شي مره. هذا هو المشكل اللي حصلت عنده. بالنسبه للسخان يعني ما فيه حتى مشكل، ملي جاوبني قال لي كيفاش السخان ما فيهش حتى مشكل، عطيته واحد الفكره غنعملوا له ان شاء الله التشمينيه ديالو باش ديك الهواء اللي كيخرج كامل ان شاء الله بقى يخرج. وبالنسبه للسخان هادو راه صناعه المانيه، يعني هادو مستحيل يأذيو شي واحد، يعني المشكل اللي كتلقى هو هذا المشكل، هذا الغاز اللي كيتحرق ما كيجبر ما يخرج، يعني هذا هو الاساس ديال السخان، هذا هو المشكل اللي كيوقع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.